ولا هم ينقذون. صدق الله العظيم. الله أكبر والعزة للعراق العظيم. الله أكبر والعزة للعرب. الله أكبر والموت لأعداء الشعب والأمة، أعداء الشعوب والإنسانية، الجهل العنصريين حكام طهران. ولترتفع عاليا سارية علم النصر والمجد والحق، مثلما ارتفعت عاليا في أيام النصر الخالدة منذ أيلول عام 1980، وبتصميم جديد وباقتدار وطاقة جديدة دفاعا عن الحق. وهكذا كان نصرنا المؤزر واندحار المعتدين الطامعين في منطقة البسيتين، حيث اندحرت فلولهم الخائرة أمام الضربات الشجاعة لأبطال القرن العشرين. أيها الشعب العراقي العظيم، يا جماهير أمتنا العربية المجيدة، لقد اندحر المعتدون الجهلة، أعداء الله وأعداء الإنسانية وأعداء الحق في قاطع ومنطقة البسيتين، وفروا مذعورين بعد أن تركوا قتلاهم أشلاء ممزقة، وتركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم الغادرة. وهكذا أحكم جيشنا البطل قبضته الفولاذية على كل مضيق الشيب البسيتين، وأصبحت منطقة البسيتين تحت سيطرتنا بعد أن حطم جيشنا البطل كل دفاعات العدو في هذه المنطقة وفي قصبة البسيتين في أروع الملاحم التي شهدتها حروب الأمة والإنسانية دفاعا عن الحق ضد الباطل. وبذلك لقنا العدو الغادر درسا بليغا بالاقتدار والتصميم العنيدين، ملحقين بالعدو أفدح الخسائر في الأرواح والمعدات والتجهيزات من أجل تقوية وتعزيز موقفنا العادل في النصر والثأر لشهدائنا الأبرار الأسرى الذين سقطوا شهداء بأبشع عملية غدر شهدها تاريخ الإنسانية، حينما أقدم العدو العنصري على قتل أسرى الحرب في 1/12/1981. وقد تمكنت قواتنا الباسلة من إحكام السيطرة الكاملة بالنار على قصبة البسيتين بعد أن حطمت دفاعات العدو فيها، وبذلك تحولت هذه القصبة إلى أرض حرام على العدو، ولم تدخل قواتنا قصبة البسيتين الآن لاعتبارات خاصة، دون أن يلغي هذا إمكانية دخولها في أي وقت يقتضي الموقف ذلك مستقبلا. ألا فليشهد التاريخ والسماوات والأرض أننا مع الحق، وأننا مع السلام، وأننا نريد ونتمنى للإنسانية ولكل الأمم الحق والعدل والحرية كما نتمناها ونريدها لأمتنا، ونريد أن نكون أحرارا كما ولدتنا أمهاتنا وكما ينبغي أن نعيش. ولذلك يقاتل شعبنا وجيشنا بطريقة وبروح في التضحية والصمود لم يشهد لها تاريخ الألف سنة الماضية في تاريخ هذا الشعب والأمة. ولأننا نحب الخير والسلام للشعوب الأخرى، لا بد أن نقف إلى جانب الحق ضد الباطل، وهكذا كنا. اشهدوا أيها الأجداد بأننا نستحق بأن نكون أحفادكم الأمناء على المبادئ التي آمنتم بها وضحيتم وقاتلتم من أجلها. اللهم منك الرحمة ومنك التوفيق.
فأننا نستحق رحمتك وعونك، ونستحق الحياة السعيدة على أرضك وفي عبادتك، لأننا نريد الكرامة والحياة لشعبنا، ونجيد الدفاع عن الحق والعدل في الأرض. اللهم تغمد برحمتك شهداءنا، وسامح من أضل الطريق من أعدائنا بدون دراية، وزد من غضبك وعقابك العادل ضد النوايا والأعمال والكيانات الظالمة الشريرة التي استهدفت الأمة القائدة في مجتمع أمتك، والتي خصصتها برسالاتك وبمبادئك وبأنبيائك في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. الله أكبر، والوحدانية لك، وفي الأرض العدل والطمأنينة والمحبة والسلام والحق. الله أكبر، والعزة لمن هو على طريق الحق والعدل. تحية تقدير واعتزاز لمقاتلين الشجعان الذين شاركوا في هذه المعركة كما في المعارك الأخرى، ورفعوا راية العراق عاليا، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. القيادة العامة للقوات المسلحة في 12 من شباط 1982. عليكم شكرا. إن شاء الله نلتقي بكم مرة أخرى وتكونوا داخلين معركة ناجحة إضافية للمعارك الناجحة العظيمة اللي خطوها السنة. اسمح لي سيدي الرئيس، طبعا الهدية سيدي تمثل السيف العربي، تمثل أمور هي معاني كبيرة، تتمثل بشخصكم. السيف العربي يرمز للفروسية وشجاعة العربية،
فأنتم معلم للجيل العربي الجديد وهو رمز للحق وأنتم ميزانها، وهو رمز التاريخ العربي فأنتم تدونونه في ملحمة القادسية الثانية لوجهه الوضاء المشرق. أما الخنجر فهو رمز العقل والتخطيط الحاذق في الحرب، وهذه الصفات جميعا تملؤون فيها كل ما للكلمة من معاني، فنرجو قبولها ولكم الشكر سيد. تكبرنا دائماً في تصريف أمانيكم باتجاه صحيح ومصرح المحيط. فرسان متميزين في يقين التعبد من حالكم، ليس منكم تعبد حاولت باستمرار ناقش معنى المفاهيم جهد الإمكان أن أفترض الحياد في اختيار كل الصفات تنطبق حالات ضعف تداعي هذا العصر بعد سيكون شهير هذا مكينا بعد محمد سيد الرئيس هديك هي أخوهي أغلى ما نحتفظ به هو معنويات الفرقة، فهذا نسخة من نموذج وسجل معنويات الفرقة تسمح لنا قديما قيل خد هم تعال من بداية المعرفة لحد الآن ما أعرف ما يحضرني مجهور، لكن مثلا أن الجندي يسقط على بطنه مش تسقط، بمعنى أنه مستلزمات الكافية ينبغي أن تكون الجندي في وقت الحياة، وأنا أقوم ومن التجربة كنت قوما بهذا قبل الحرب من أن الجيش يرتكز على روح ويحفي السلاح والتجهيزات والدفاع والإدارة والشعب والسلطنة وفي التنظيم كذلك تكون المعنويات مثل ليس كنت جمال رحيم كنت نبدأ معنا الكبير وعملنا شكرا
السائح بداية ساعد العقيد رقم قوات خاصة فاروق محمد حمادي عاغرين سيدي ويسالكم الله يساعدكم يا رجال الحين علي ان شاء الله هذا الهدف بحيل الله لما تحتله راح يشكل طعن نجلاء في خاصرة العدو ومن الضروري أن تنظرون للهدف على هذا الأساس. نوصيكم كذلك بالالتزام بأوامر الآمرين ضمن السياقات الصحيحة لكي ما يكون اندفاعكم يخلينا نخسر أبطال ينبغي أن لا نخسرهم إلا عندما تكون الضرورة مطلوبة من أجل أن يرتفع راية العالم حالي. إذا تسمحوا لي نصحح هاي الهوسة ونقول عبارة عن نصر جنودك وليس عبارة. إن شاء الله يكون الموت حتف عدوكم جنود مسلحة ونحضر بكل ساعة. من فضلكم خلنا نحكي وياكم. انتم مجموعة من المقاتلين الشجعان، اعرفكم كلكم شجعان، لواء عريق وصاحب تقاليد في الجيش وهو ابن العراق. عرفتك سيد وعرف ايضا الفدائيين اللي وياكم شجعان مقاتلين، وعرفهم ابناء العراق العظيم، وانا واثق من انه راح تقاتلون قتال الاسود. احنا ناس الدين يسحب كل كلام واحنا عدونا احنا بشنا اتمنى لكم التوفيق ايها الرجال.
وأنا ألق بإيمان وبإيمان عميق متأكد بأن الله سيكون معكم لأنكم مع الحق ومع المبادئ. بارك الله فيكم واتمنى لكم التوفيق. راح اتابع اخباركم ان شاء الله بخير. حياكم الله. الفدائيين من فرع صدام، وعرف البقيه من اخوانكم المقاتلين، فالمقاتلين الشجعان من اللواء والمقاتلين الشجعان من فرع صدام راح يشاركون بمهمه واحده. راح يشتركون بمهمة واحدة. بارك الله فيك. بودنا دائما ان نلتقي بكم، ولكن من المؤكد ان تحاضري الصورة امامنا في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم. وانتم في الجبهة النسخة الثانية من صورتكم موجودة امامنا ونحن في بغداد. أرجو أن تنقلوا عنا إلى أخوانكم اللي والله وعلى الدبابات، وإلى أخوانكم الآخرين اللي ما حضروا هذا اللقاء التحيات والاعتزاز العالي بكم. نريد نسمع أخباركم كما كنا نسمع أخباركم دائما. أتمنى لكم التوفيق والتوفيق من الله. حياكم الله. الو، صباح الخير شيخ. شلون احوالك؟ شلون امورك؟ عافية. الموقف الان شلون مستقر؟ التحام مستمر. زخم العدو شلون الان؟ مقارنة بقبل ساعة. فقال بدا يفتر. يصل هذا هو من وصل، هاي هي يبدا عاد يشغل من الخلف، وحتما هي يتعبهم. هم اذا زخمهم فتر معناه بعد ساعه زمان تشوف وضعهم يصير غير شكل.
واحنا سوينا ترتيب للتعزيزات جديدة لكم حتى نديم الزخم. لا سوينا ترتيب سريع ونديم الزخم ان شاء الله. حياك الله، سلمنا على اخوانا كلهم. مع السلامة. مع السلامة. ساعدكم يا رجال. احنا جينا هسا من يم اخوانكم تسمعون بلبسيتين مو تسمعون قبل.
من فضلك خلونا حكي وياكم شوي من فضلك. العدو حكي كثير عن البسيتين وسولف كثير، اردنا نسحق فوتو بالبسيتين، فصار الهجوم عليه اليوم بهالليل، واخوانكم الله وفقهم وطردوا العدو من مواضع الأمامية ومن مواضع الوسطية، والآن الطرد على الرقاب إذا الله سهل. جينا قبل شوي من يمهم، هم محتاجين إلى 400 مقاتل منكم، بس 400. هسا شوي من فضلكم، حتى كل من يروح على واجبه على الكون، اللي احنا محتاجين، ما محتاجين كل العدد، محتاجين بس 400. ترى اقول لكم انتم ولو عسكر وشغلتكم تكاونون، هو شغلتكم شغلت الكون، من واحد يلبس خاكي يعني يجي مفتن للكون، مو هيك؟ بس اقول لكم شيء، ترى القصف شديد هسه، عاني شفته بعيني. نريد 400 يعني نشامة يكاون ما يتزحزح من مكان. زين، هذا القوة دحجو. أقول لكم شيء من فضلك، انت اللي حطيت بجبينك كرة تتحنزل، تلمت عليها دول، واحد يقول سجلها واحد يقول سجلها، انت اللي قلت شيسلها انت شيسلها، ما من كون السبعة يقومها، هذا المجمل ما نطيب. يا رجال ربعكم هناك، من فضلك خلينا نكمل حكي، ربعكم هناك موقفهم زين وثابتين بالقاع، واشتلوهم شتلة قوية، بس يريدون 400 يعززون موجودهم، 400 من الشجعان اللي يقاتلون، من فضلكم يقاتلون مثلهم، كون ما يتزحزحون من القاع. هذول ال 400 راح اسميهم قوة صدام، ترى اذا انهزمتهم اللي ينهزم، اللي تزحزح منكم من مكانه، ومعنى اني متزحزح ترى من مكانه. اللي يريد يروح بهالروحية هذه 400، يريد اللي يريد يروح بهالروحية يجنب لدفئه. احنا ردنا بس 400 القوة الصدام، شو كلكم طلعتم؟ طيب، اذا اسمعوني شوي، اذا من الان مو ادري ربعكم جاي الشعب هناك هم جاي كانوا كون ممتاز. اذا من الان نعتبرهم كلهم قوة صدام وتمشيهم كلهم على الواجب. اهجو
رجال من فضلكم، من فضلكم يا رجال. اذا بعد الان تذكرون انتم عراقيين، وتذكرون انتم عسكر، وتذكرون انتم قوة صدام. اللي لا سامح الله يتزحزح منكم ترى مثل ما اني متزحزح. اللي تزحزح منكم ترى تعاتباني يا عتب، ما اقول بس عتب رجال. ها تذكرون هاد، توكل على الله، توكل على الله. اهل القادسية بالحرب رافعين اعلان، وما يهابون الموت من يثور الدان. اتبشر يا صدام، اتبشر يا صدام، الله يسعدكم يا شباب. انتم من الهلوية الباسلة في الجيش العراقي، وفوجكم احنا نعرف كان عنده اول البارحة، مو اول البارحة كان هجوم على مواضع العدو، وايضا نعرفكم انكم عراقيون مخلصون لهذا البلد العظيم، حسب خطة القيادة العامة جبناكم لهنا. اخاف اخوانكم يحتاجون لإدامة الزخم، لان العدو الان يتقهقر امامهم، ومن البارحة لليوم سووا بي سوايا اللي تعجبكم. يا محمد سعيد بطل التحرير القومي المناضل صدام حسين، يا نحن نعرف، نحن نعرف كما يقول المثل الريفي انكم سيف دبان مجرب، ولذلك ما راح نجربكم في هذه المعركة لانكم مجربين او مجربون كما نعرف عنكم قبل هذا اليوم. اذا احتاجوكم اخوانكم بالقتال احنا واثقين انه راح تقاتلون قتال ممتاز مثل ما كنتوا تقاتلون بعد. على اي حال، يا حياك يا على اي حال، يا حياك يا مسير الامه، يا حلو مساك، سير بخطتك هذه واحنا جيش وشعب وياك. ها ها البعض الصامت صاروا وتنا وياك، البعض الصامت صاروا وتنا وياك، البعض الصامت على اية حال ايها الاخوة، هذه فرصة لنا كلنا كعراقيين ان نقاتل العدو في هذا المكان، ونسحق كل موجات البشرية اللي كان مهيئها لان يتعرض بيها على قواطع اخرى. وبحيل الله مثل ما قلت لكم احنا نعرف، وراح تشوفون ان اخوانكم سووا بيهم عملة اللي يستاهلوه. وانتو ايضا
وانتم ايضا من راح تروحون احنا واقفين راح تزيدون العمله عملتين رجعت بضيعة ومشت خطوات حياكم الله شوفكم ان شاء الله دائما رؤوسكم مرفوعه وعدوكم مهزوم امامكم الطاقه وانتو رؤوسكم مرتفعة وشواربكم معلقة دائما دون ان تهان حياكم الله من فوق رديد أنت اللواء معروف إن في بطولاته وفي شجاع اليوم وقبل اليوم كل القواطع اللي كونتوا بها انطيتوا حق للقتال من رجال مؤمنين أنت لواء البطل عبد الهادي وانتو لواء جندي باسل هو امر لواءكم اليوم حكينا عنا قصة بالتلفزيون لابد انه سمحتوا انتو تعرفوا ايضا وامري افواجكم ايضا ضباط نعرفهم في شجاعتهم وفي صمودهم وفي تصميمهم وفي استبسال ونعرف كذلك ضباط اللواء ونعرفكم للكم اذا ما نعرفكم تفصيليا نعرفكم كجماعة احنا ندري راح تجون هنا بهذا المكان يجوز ربعكم يحتاجوكم هناك بالكون لان صار لهم يومين يكاونون كاونوا خوشكم واخبارهم حتما سمعتوها وراح تسمعوها هم رجال مثلكم ايضا نشامة ويعتزون في التشكيلات اللي يعملون ضمنها واهم من اي شيء يعتزون بانهم ابناء العراق العظيم مثل ما هو انتم من سحق العدو سحقة من النوع اللي تعجبكم خلال هاليوم والمعركة مستمرة لأنه ما نريد ننطي بها خسائر كثيرة ونريدها فرصة حتى نسحق العدو سحقة قوية تأثر على معنوياته ليس في هذا القاطع فقط وإنما في كل القواطع وضيف عز جديد للجيش العراقي الباسل وتزيد صمود على صموده الرائع لذلك احنا واقفين اذا ما احتاجوكم اخوانكم للكون راح تكونون مثل ما كنا دائما نسمعكم مو هيك يا رجال لا واقفين من هذا وبحيل الله رايتكم تظل بيضة وعالية وعلم العراق يظل يرفرف ما تنحني سائريته وكذلك رؤوسكم تظل عالية وما تنحني إن شاء الله إن شاء الله دائما تكتب عليهم الذلة ويكتب لهم الفناء لأنهم على باطل وأنتم على حق ليس لكم مع الشعوب إلا أن تريدون أن تعيشوا أعزاء أحرار كما ولدتكم أمهاتكم ولكن كانوا مع الأسف مطية للأجنبي وقد انكشفوا بسرعة وانكشف تعاملهم مع الكيان الصهيوني وانكشف تعاملهم مع كل قوى الظلام ضد الأمة العربية وضد العراق كانوا يصورون أنه بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران
ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس. ولكن خيبتم ظنهم وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوه. من عرفنا انتم في هذا المكان قلنا هذه فرصة ان نشوفكم مجتمعين، لانه ما بإمكاننا لو كنتوا انتم في خط التماس في اي قاطع من قاطع العمليات ما كان بإمكاننا ان نجمعكم كما هو الحال الان. ان شاء الله دائما نشوفكم وانتم تحتفظون بتاريخكم المجيد كعراقيين وكعسكر وكمنتسبين الى هذا التشكيل العريق ذو المجد الخاص ضمن الجيش العراقي. حياكم الله، ان شاء الله نشوفكم بعد المعركة ايضا وتكونون تقولون كاونا زين. حياكم الله فيما الله. ماذا قرأت في وجوهنا؟ ألا وهي علامات النصر المؤزر، ألا وهي علامات النصر المؤزر في وجوه تشكيلنا البطل يا قائد الأمة. عشت يا فارس النضال. المقاتل يجاوب على سؤالك، فليس هنالك أبلغ من الجواب اللي تتحدث عنه. انتوا تتهيئون للمعركة تسمعون صوت المدافع، ومع ذلك تكون معنوياتكم بهذه الكيفية، ومع ذلك تكونون بهذه المعنويات، والله لم أقرأ في وجوهكم إلا علامات النصر والصمود. بارك الله بك.
شو معركة؟ سيدي بالله معركة تيجينا. سيدي بالله سيدي بالله هذه واحدة من ثلاث معارك. وأهم هدية عدنان هي الهدية اللي تهدى من الزارة من الأمير الحي وفي القلب. قد تقول يقول البعض أو حتى بعض الأمور تضع العقل في المقدمة ثم تأتي خلاص أقرأ أو لا لكي تهتم وتحمل هذا عقلية ثم تصاغ اتجاهات العقل بضوء نبضات الضمير المتصل بالقلب والدماغ ذلك وظيفة ولكن كتب علينا كما كتب لأمم أخرى من قبلنا وبالذات في المراحل الأخرى تحدثنا علينا وبالتحديها ونستمد من التعاون والصبر والفخر إن شاء الله
بكل مقومات المدن. أقول كتب علينا أن لا مرافق البناء هي عزيزة علينا، ولكن لا بد منها لكي يستقيم البناء. أما في البناء إنسان في خراب وفي حتى في الاختيار، أي اختيار يقرره الجماعة والمناسب صحيح بعيد عنه. قد توفرت للشعب العراقي الآن كل المستلزمات التي باستطاعتنا أن نقوم بها بعز واعتزاز وإيمان بادئها، هو قرار ينطبق روح وطن. ومن هذا لا يكتنفع إلى بطل إنها وبالطريقة التي عبرتم عنها في فرقك وإستبداد يا هو من رضا عالي مستقر وثابت وضمائركم في الليل وفي النهار في الحياة وفي النهار يقينا هو أما يتمنى الإنسان من الإنسان بدعوة من الأهم من هذا هو أن يرجع هناك ترابط كما أؤمن وكما أعتقد بين رضا الإنسان من الإنسان بصورة جماعية عن سلوكه وعن حياته عما يهدف وبين رضا. من ذلك جاءت كل عقائد السماء مرتبطة بنقطتين مركزيتين الوحدانية ورب الصلوات والأرض أننا مؤمنون بالله يقينا كعراقيين وشعب مختلف ديانات وفرق وطوائف يبقى رابط حقيقي بين رضا الناس ويقينا أن شعبكم راضى عنكم لأنكم قاتلتم الكتاب الحمد ثم القاتل والشعب السرطاء والتي أساسها تجد الماضي العجل
حاضر سيدي. محمد الله يساعدك، شلون احوالكم؟ اجب احنا نسمع اخباركم الطيبه، واكو بعض الرجال يريدون ابطال ويعيشون ابطال، وانت منهم، وايضا تشكيلك من التشكيلات البطله. سلم لي على اخوانك وقول لهم فلان يقول بارك الله بكم وحياكم الله. زهير الله يساعدك، اجب شلون احوالك انت وربعك؟ ان شاء الله زينين. اجب سلم لي على اخوانك، احنا عهدنا بيهم دائما رجال وسباع. سلم لي على اخوانك، قل لهم هذا اليوم اريد يكون حاسم ونقلبها على رؤوسهم بعون الله. اجب تحياتي لكم، لك ولهم جميعا. اجب في امان الله. محسن الله يساعدك، شلون اخوانك وربعك كلهم؟ اجب انا عارفك وانت ابن شهيد،
وهذا اللواء من الألوية البطلة، فلازم رأيك تظل حالية في هذه المعركة مثل ما كانت في المعارك الأخرى. أريد نسمع دائما أخباركم في مقدمة الرجال. أجب. سلم لي عليهم، بارك الله فيكم في امان الله. فاروق الله يسعدك، شلون امورك وشلون ربعك؟ اجب. انا مرتاح جدا من مواقفك ومن مواقف لوائك، بارك الله بيك وبجنودك. هذا اللواء من الألوية البطلة. موفق الله يسعدك. كيف تسمعني؟ أجب. سلم لي على أخوانك باللواء وبارك الله بيكم، مطلوب المزيد. أجب. حياكم الله، هذا عهد العراقيين بيكم، بارك الله بيكم. سلمني على كل اخوانك فيما لا يجب. فيما لا يجب. شلون اموركم؟ نعم سيد، دجاج هذا بالجزء دجاج مسلم. خير سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل الجمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أداها اللواء الركن هشام صباح فخري بالذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقرة ج من المادة 58 من الدستور المؤقت، رسمنا بما هو ممح اللواء الركن هشام صباح فخري وسام الرافدين من الدرجة الثانية ومن النوع العسكري على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم صدام حسين رئيس الجمهورية. رفيق هشام صباح الفخري، عضو فرع في حزب البعث العربي الاشتراكي، اللواء ركن في الجيش العراقي وقائد للفيلق الرابع الشاب في الجيش العراقي.
عد ما نتعقب بسيرة الرجل العسكري الرفيق هشام صباح، نجد انه كل الصفات المواطن العراقي المخلص العسكري الشجاع الباسل المخلص البعثي الجيد المخلص، وكان في هذه المعركة المقدسة والثأرية الرائعة التي جرت في لبسيتين مثل ما كان في المعارك الأخرى نموذج يحتذى في فيلقي، مثل ما كان نموذج يحتذى عندما كان قائدا للفرقة العاشرة المدرعة. وحيث أن الصفات والمفاهيم تختبر بالمحك وبالتطبيق، وحيث أن الأوسمة والأنماط ما هي إلا إعلان رسمي عن صفات مؤكدة مختبرة بالميدان، وعلى هذا الأساس تقرر منح اللواء الركن هشام صلاح الفخري قائد الفيلق الرابع وسام الرافدين من الدرجة الثانية النوع العسكري. وتقرر كذلك منحه نوط الشجاعة، وقد كان ممنوحا نوط الشجاعة من قبل. وتقرر أيضا وعلى مستوى الحزب اعتبار عضو في المكتب العسكري بدون مسؤوليات مباشرة، لأن لدينا تقليد في القيادة بأن من يكون عضوا في المكتب العسكري ينبغي أن لا يشغل منصبا مباشرا في الجيش، ولأنه في التضحية والعمل استثناء، على هذا الأساس اتخذ القرار استثناء له وتقديرا له وتقديرا لكل الرجال اللي قادهم واللي كانوا في إخلاصهم وفي شجاعتهم وفي نبلهم وفي كرمهم بالتضحية من النوع اللي بقى رأسه مرفوع مثل ما بقى رؤوسنا مرفوع، وفي مقدمة أولئك الرجال هم الشهداء الأبرار. بارك الله بالرجل العسكري الباحثي هشام صباح الفخر، بتمنى له التوفيق. الصفات اللي تخلينا نطمئن انه شجاعة الرفيق هشام تستمر.
تستخدم من أجل الشعب ومن أجل الحزب هو أنه باستمرار يشير إلى أنه المقاتلين الحقيقيين الشجعان هم الناس اللي يعملون بمعيد، ويذكر أسماءهم ويذكر بطولاتهم ويذكر شجاعتهم، خلافا لشجعان قد ينسبون أمور كثيرة لأنفسهم قبل أن يتحدثون عن رفاقهم في السلاح ورفاقهم في العقيدة. ويقينا أنه مثل هؤلاء الرجال أصبحوا كثر بعد ما قطعت الثورة شوط طويل نسبيا، وإن كان في عمر الثورات يعتبر قصير وهو 14 عام. وهذا اللي يطمئننا إلى المستقبل، أنه عندنا قادة من مستوى القيادة العامة إلى مستوى قادة الفيالق إلى مستوى قادة في الفرق إلى مستوى آمرين الألوية من النمط اللي يذكرون الرجال وإن كانوا أقل منهم مرتبة أو رتبة، يذكروهم ويذكرون حقوقهم بدون استئثار. أشكرك مرحبا إن شاء الله بنا السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري. تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها العميد الركن سهيل إسماعيل حقي في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقرة زي من المادة 58 من الدستور المؤقت والمادتين 2 و3 من قانون نوطة الشجاعة رقم 14 لسنة 1981، رسمنا بما هو آت: منح العميد الركن سهيل إسماعيل حقي نوطة الشجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم صدام حسين رئيس الجمهورية. عميد سهيل كل الإخوان في القيادة العامة يعرفون، سبق أن اشتغل في التخطيط في القيادة العامة، عرفنا في حرصه وفي دقة عمله في تنفيذ الواجبات، والآن هو قائد لفرقة شابة تكونت منذ أظن شهرين، منذ شهرين. هذه الفرقة الشابة كتب إلها، ولا أقول كتب عليها، كتب لها أن تكون في موقعها وفي مسؤوليتها من هذا القاطع اللي احنا بيلا قاطع الشيب لبسيتين. كان ربما قبل هذه العملية نقول قاطع الشيب لبسيتين، وقاد ميدانيا إلى جانب قائد الفيلق فرقته بثبات وباقتدار، وأهم من كل هذا بمسؤولية الرجال الحريصين على وطنهم وشعبهم وعلى سمعة جيشهم وعلى سمعتهم كرجال وكعسكريين. ولأنه قاد معركة ناجحة، والأهم من هذا قاد معركة بشجاعة، قرر منح نوط الشجاعة. ويقينا هو قائد الفرقة الوحيد اللي منح نوط الشجاعة بهذه الفترة القصيرة من الزمن، لأنه كان عندنا تقليد في القيادة العامة أن المقرات دائما تكون آخر من يكرم، واعتبرنا القادة
قادة الفرق والفيادق هم حالة بين حالتين، بين القيادة العامة والقيادة والأعمرين الميدانيين المباشرين. وكون التقليد السابق كان باستمرار، التقليد اللي ما كان جزء من تقاليد عامة مع الأسف قبل الثورة، كانوا غالبا ما يكرمون الأقربون ويهمل الأبعدون في المكان أو في القربة العائلية أو العشائرية أو المدينية. الآن التقاليد هي تقاليد الثورة، وإن شاء الله تكون تقاليد الشعب العراقي كله. هو أنه اللي يكرمون هم الناس اللي يتعرضون للمخاطر قبل سواه، ويقومون بعملية البناء بصورة مباشرة بحالة أقرب من سواه. وعلى هذا الأساس ورغم مخاطر المسؤولية اللي يتحملوها قادة الفرق والفيالق، تأخر تكريم قادة الفرق والفيالق إلى أن كرموا تقريبا كل آمري الألوية اللي يستحقون التكريم بموجب فعالياتهم وبموجب أعمالهم. لكن لأن هذه المعركة لها طعمها الخاص في نفوسنا وفي قلوب كل العراقيين، ليست كمعركة حطمنا، والتوفيق من الله، حطمنا فيها الرؤوس المتجبرة الخائرة والجوفاء فقط، وإنما كانت عملية ثأرية من طراز خاص لشهدائنا الأبرار اللي قتلهم العدو وهم أسرى، واخترق بذلك كل مقاييس الشرف ومقاييس الإنسانية منذ بدأت الإنسانية تأخذ مسارها الحضاري وحتى يومنا هذا. ولأنه كان بمعرفتنا وعلمنا وبشهادة قائد فيلقة كان مع المقاتلين الأماميين حيثما اقتضت الضرورة، بالإضافة إلى مسؤوليته كقائد فرقة، استحق هذا التكريم. بارك الله بك. هذه نحن مسؤولين عنها، المكرس المتقدم هو فرقة المتزورة. ها؟ طلعت الميدان شيء. احنا هم فرحانين بهذا المقر الصغير اكثر من اي مقر اخر. شكرا زين. اقدم لكم محمد رشيد صديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها العقيد الركن رشيد صديق في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقرة زي من المادة 58 من الدستور المؤقت والمادتين 2 و3 من قانون نوطة الشجاعة رقم 14 لسنة 1981، رسمنا بما هوات منح العقيد الركن محمد رشيد صديق وسام الرافدين من الدرجة 3 ومن النوع العسكري ونوط الشجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم صدام حسين رئيس الجمهورية. مواطن عراقي من يدعوك. الآن هو بنيته أملأ مما كنت أعرفه مما شفته قبل يمكن 6 أشهر. يحكونا عن محمد رشيد وأكثر من يذكر القائد المباشر إلى عندما كان قائد للفرقة العاشرة المدرعة
والآن قائد فيلك. هذه الفرقة التي لم يرف لها جفن طيلة الحرب التي امتدت سنة ونصف، رغم أنها ليست أقدم الفرقة. لكن فرقنا المدرعة كلها هي حقيقة. نجي على الدرع ونذكر نتحدث عن بطولات واسعة، ناخذ المدفعية نتحدث عن رجال المدفعية الشجعان، نجي للمشات نجد بهم رجال كسر شجعان، ناخذ سلاح الطيران نتحدث عن أوصافه ونغل وكأنه لوحده في الجيش من كثر ما مليء كل صنف وكل سلاح من الأسلحة في الجيش العراقي مليء بالخواص الطيبة، ولكن يظل ضمن الخواص العامة المتميزة خاصيات متميزة ضمن الخاصيات. بعد ما كانوا يتحدثون عن محمد رشيد، ما أقول صورنا أطول مني وأطول من رئيس الأركان، لأن الرجال لا يقاسون بطولهم ولا يقاسون بعرضهم، لكن من شفناه أرفع من هيشي. قلنا محمد هذا داخل هذا الجلد اللي يبدو محدود المساحة، مليء بالشجاعة، ما تارك لا للعظم ولا ولا للحم مجال في شجاعته. ولذلك يوم أمس من اتصلت مع أميريل تشكيلات هاتفيا، قلت لمحمد أن بعض الناس يولدون وهم أبطال، تلدهم أمهاتهم لكي يكونوا أبطال، فأنت منهم. ولم أكن في هذا، ولم يطغي كلام اللسان على ما في القلب وما في العقل، وإنما كان يقرر اللسان على نحو ثابت ما في العقل وما في القلب، من أنك يا محمد حقيقة كنت متميز من بين إخوانك الشجعان في شجاعتك وفي تصريف الشجاعة إلى مفردات حية هادئة جدا، ولكن كانت مؤذية جدا للعدو. مرة واحدة شفقت على العدو لما طلبت من قائد فرقتك أن ينطيهم فرصة حتى يشيلون موتى، وهذه الشفقة كانت في مكانها تعبيرا عن أصالة نظرة العراق الإنسانية العميقة والحضارية العميقة للحرب وأصولها وللشجاعة وأسسها وللإخلاص ومستلزماته وطرائقه. بارك الله بك، أتمنى لك التوفيق والعز. سابق كنت ناخذ نوت شجاعة وهذا نوت شجاعة آخر. شكرا سيدي، هذا خصيصا لهذه المرة. سيدي إن شاء الله دائما نوت الشجاعة تقديرا لشجاعتك من قبل واللي أخذت ثباتها في المعارك على طول، وهذا خاص بهالمعركة هاي.
والشجاعة، لأن هذه المعركة حقيقة من طراز معارك متميزة معروفة أن في القيادة العامة. هذه المعركة واحدة من أبرز المعارك وأشرسها وأرواح، ومن أرواح ولا أقول أرواح. مبروك. شكرا سيدي. سيدي إن شاء الله قدمنا مثل ما سبق وأن شفتك في مرة من المرات، راح يكون دائما رخيص من أجل كرامة الوطن، وكل ما عدنا إن شاء الله راح نستمر بأن ندفع في سبيل كرامتنا وحفاظ على كرامة بلدنا، ودائما إن شاء الله تلقانا في الأمام وشجعان وبتفكير سليم بقدر ما نتمكن أن نقود معيتنا. وبالتالي احنا جنودك المؤمنين ان شاء الله بما تأمرنا به راح ننفذه بالشكل اللي ما راح نخسر ان شاء الله. حياك الله. شكرا. العقيد ركن رياض طه داوود سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري. تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها العقيد الركن رياض طه داوود في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون نوطة الشجاعة رقم 14 لسنة 1981 رسمنا بما هو آت: منح العقيد الركن رياض طه داوود نوطة شجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم صدام حسين رئيس الجمهورية. الشجعان المتميزون في جيشنا وفي شعبنا صاروا كثر، ولكن لا يمكن أن تختلط أعلامهم بعلم واحد إلا علم العراق وعلم الأمة، ولذلك تجد كل واحد منهم علم بين وواضح رغم أنهم كثر. العقيد الركن رياض هو واحد من الشجعان البارزين، عرفنا سيرته من خلال قائد المباشر كان اللواء الركن هشام صباح الفخري عندما كان قائدا للفرقة المدرعة العاشر. ولمسناها عن كثب في أكثر من معركة. قبل شهرين تقريبا وفي هذا المكان قاتل رياض هو تشكيل البطل. قاتل بشجاعة متميزة، يقينا كانت ليلة ليلة ولكن تحولت عند الفجر إلى نهار بالكامل في الموقف وفي الصورة. ومنح تقدير خاص في تلك المعركة. لم يتهيأ لنا أن نحتفي به في القصر الجمهوري كما هي العادة، ثم حصلت هذه المعركة اللي كما قلت لها طعم خاص في نفوسنا وفي قلوبنا، وكان تشكيل العقيد الركن رياض كذلك ضمن التشكيلات المقاتلة الباسلة التي قاتلت حتى طردت العدو من كل ممر الشيب اللبسيتين ووضعت هذا المضيق تحت قبضة القوات العراقية القبضة الحديدية.
حتى نفذوا كامل الأهداف المقررة لهم حتى الآن من قبل القيادة العامة، وبذلك حققوا السيطرة الكاملة على مدينة البسيتين بالنار، مثلما سيطروا على منطقة البسيتين وكما قلنا على كامل المضيق بعد ما حطموا كل دفاعات العدو في هذه المنطقة وعن مدينة البسيتين. ويحق لنا لأن هذه المعركة ذات لون خاص أن نكرم الرجال في هذا المكان المتقدم من أرض المعركة. وعلى هذا الأساس استحق لهذه المعركة العقيد الركن ضياء رياض نوط الشجاعة. وعن المعارك الأخرى سبق أن أخذ استحقاقات أخرى، أخذ نوط الشجاعة وأخذ وسام الرافدين من الدرجة الثانية النوع العسكري، وهو أول ضابط الجيش العراقي منذ بدأت الحرب حتى الآن كآمر تشكيل يأخذ وسام الرافدين من الدرجة الثانية النوع العسكري، واليوم انقلد نوط الشجاعة. بارك الله فيك يا على طول سيدي. عندي امين لك ان شاء الله. حياك الله. حاضرين سيدي. اشكرك. المقدم الركن عبد المحسن عبد الله حسن. سيدي. العقيد الركن قوات خاصة فاروق محمد حمادي. العقيد الركن دريد مصطفى شهيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها الضباط المدرجة أسماؤهم أدناه في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري، واستنادا إلى أحكام الفقرة زي من المادة 58 من الدستور المؤقت والمادتين 2 و3 من قانون نوط الشجاعة رقم 14 لسنة 1981 رسمنا بما هو آت: منح كل من العقيد الركن فاروق محمد حمادي والعقيد الركن دريد مصطفى شاكر والمقدم الركن عبد المحسن عبد الله حسن نوط الشجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم صدام حسين رئيس الجمهورية. رجال من الجيش آمري تشكيلات الجيش العراقي اشتركوا في القتال في هذه المعركة، معركة البسيتين الشيب، وقادوا تشكيلاتهم باقتدار وتصرفوا بشجاعة بشهادة قائد الفرقة وبشهادة قائد الفيلق، واستحقوا تكريم القيادة بمنحهم نوط الشجاعة. بارك الله بكم أيها الرجال، أتمنى لكم التوفيق ولكم ولعوائلكم ولشعبنا العراقي العظيم وجيشنا الباسل العز. أشكرك.
موقف وحدات كده. جيد الحمد لله سيدي. ما عاد والله يحاول؟ هسه سيدي احنا ما كان محاول، انضرب لنا من هاي الزينه. سكت سكت والله حتى النفس انقطع سيدي والله حتى النفس بالقاطع ما ضل. نعم سيدي. شكرا سيدي. يحاولون يمك. نعم سيدي وسهلا. لا قادر يحاول. لا سيدي ما يقدر يحاول. لأن ابن الوليد ما حد يقدر يحاول عليه أبدا. ما يتقرب يمنا. كان يتقربون علي أتذكر سيدي من الحواز وأبدا. احنا صامدين سيدي. وفاروق أقول دريد. والله سيدي زلمة زينة يا أخو زلمة سيدي. ها والله بالله. بس إن شاء الله إنه طينا المجال الفرصة الأفضل وإن شاء الله نثبت أنه رجال من صدق. عاهد الله وعاهدك سيدي. انه قدم ولو لحد الان احنا مو بمستوى الطموح بس ان شاء الله هنكون ضمن الطموح واكثر من الطموح بعون الله. واحنا جنودك سيدي الامناء والشجعان. اشكرك. اذا ما يحاولون على اللواء وراها. لا سيدي حتى اذا حاولوا كررها. كل فعل اتفعل. اشكركم. سلموا لي على اخوانكم. هذا التكريم لكم لانكم شجعان ولمن هم في معيتكم انتم بالنيابه عنه. حياكم الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. تهانينا. شكرا. العقيد موفق محمد طاهر علي سيدي. العقيد ركن زوري ونس علي سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم جمهوري تقديرا للموقف البطولي والشجاعة الفائقة التي أبداها الضباط المدرجة أسماهم أدناه في الذود عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها ضد العدو الفارسي العنصري واستنادا إلى أحكام الفقرة زي من المادة 58 من الدستور المؤقت والمادتين 2 و3 من قانون نوطة الشجاعة رقم 14 لسنة 1981 رسمنا بما هو آت. منح العقيد الموفق محمد طاهر والعقيد زهير يونس علي نوطة الشجاعة على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم صدام حسين رئيس الجمهورية. كذلك شجعان من الجيش مأمري تشكيلات في جيش الباسل شاركوا في معركة البسيتين وقاتلوا بشجاعة واستحقوا التكريم بمنحهم نوط الشجاعة. بارك الله بكم أيها الرجال. جيد جدا سيدي. أنا أمام الكل سيدي. ربعي أمام الكل. وصامدين سيدي. بارك الله فيك. تسلم سيدي. الله يعزك سيدي ويبقيك بخير لنا سيدي. حياك الله. الرجال يكونون حيثما ينبغي أن يكون. يعني الله سيدي ومشيئة الله. حياك الله. شلون الموقف منك؟ الموقف جيد جدا سيدي ونتمنى للجميع الموفقية وإن شاء الله سنبقى ذلك الصرخ المتين لحماية مبادئ حزبنا تحت قيادتكم الحكيمة. حياك الله. ان شاء الله دائما الصرح عالي ان شاء الله ممتين. بوجودك سيدي. سلم لي على ربعك.